السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الصفحة بتاع الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا. قبل ما بينزل أي حاجة بيبدأ يعلن عنها هنا ويبدأ يقول لنا عليها، لو حد حابب إن هو ينضم للويتنج ليست بحيث أول ما تفعل تجيله رسالة يقول له جرب النوع من الذكاء الاصطناعي دوت. هو بيديك مثلا هنبدأ في موضوع الترجمة بشكل معين، هنبدأ في موضوع تكوين الصور من خلال تكست أو برومت على المنصات بتاعتها. هي أكبر 3 منصات عندها، الفيسبوك والانستجرام والواتساب. فبيشرح لك بقى الفكرة ان انت ممكن مثلا ايه ترفع له صورة، هو يبدأ يحلل لك البيانات اللي موجودة فيها. ممكن تبقى فيه النظارة، تبقى لابس الجلاسس وشايف كل حاجة، وفي نصايح موجودة لكل حاجة انت بتعملها. طبعا عندهم هو منصة بتاع الذكاء الصناعي اللي هي لاما، ودي اوبن سورس، فمنصات كتيرة بتعتمد عليها. فهو كل حاجة بيعملها في الذكاء الصناعي بيبدأ يحطها هنا. لو انت عايز تطلع على الابحاث او الريسورسز الخاصه بيهم هتلاقي كل حاجه موجوده هنا. فالصفحه دي رغم انها صفحه لكن جواها حاجات كتيره جدا، ريسيرش وبلوج وريسورس، وبيعلن عن كل حاجه. يعني هو من شويه كان لسه بيعلن عن مثلا الذكاء الصناعي من خلال ان انت تديله تكست يحول لك صور، بس هو مش متاح في المنطقه اللي انا موجود فيها. يعني غالبا هو بيسمح بيها الاول في امريكا وكندا، وبعد كده يبدا يكبر الشريحة اللي مستفادة منه، لأن هو مش عايز يعلن عنها كلها مرة واحدة فتلاقي أخطاء. لا، بيقول لك نجرب على المنطقة منطقة يعني. فالصفحة دي هسيب لكم رابط أسفل الفيديو فيها شوية حاجات كتيرة كويسة.